عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام. تسلم المركز الوطني للوثائق والبحوث من شركة أبو ظبي للإعلام أول نواة الأرشيف المرئي من الأفلام الوثائقية حول حياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. إذ استلم 500 نسخة أصلية دفعة أولية من مجموع 3500 فيلم توثق جميعها جوانب من حياة مؤسس الاتحاد في مختلف المجالات كالاستقبالات والزيارات الرسمية والمناسبات الوطنية والاجتماعية. يحتفي المركز الوطني للوثائق والبحوث بمناسبة استلامه أول أرشيف مرئي من جهة حكومية وبشكل رسمي حسب إجراءات تحويل الوثائق التاريخية إلى المركز، وبما يتفق مع سياسات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008، حيث قامت أبو ظبي للإعلام بتسليم 500 نسخة من أصل 3500 فيلم وثائقي ترصد جوانب عدة من حياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. مثل ما تعرفون عندنا معدات وأجهزة تحول سواء كان 2 انش ولا 35 mm ولا 60، هاي الصيغ القديمة الأفلام القديمة البكرات اللي نشوفها هني. هذه الأفلام الأجهزة اللي كانت شغلها قبل صعب الحصول عليها، أو إذا حصلناها صيانتها صعبة ومكلفة جدا، فنقوم بتحويلها الى صيغ الكترونيه ديجيتال، وعقب نطلعها على صيغ دي في دي ولا اي صيغه ثانيه ممكن الشخص المستفيد من الماده يطلبها. الافلام الوثائقيه التي تسلمها المركز الوطني للوثائق والبحوث تمثل ثروه وطنيه لا تقدر بثمن ومرجعا تاريخيا لمتخذي القرار والباحثين، حيث يقوم المركز بارشفه الافلام وحفظها الكترونيا بعد أن يجري عليها الكثير من التحسينات والترميم للصوت والصورة بأحدث الأجهزة لتواكب تكنولوجيا العصر. مشروع ترميم ورقمنة الأفلام القديمة يحفظ للأجيال القادمة تاريخ وطن ورحلة القائد المؤسس طيب الله ثراه. لنشرة علوم الدار، صالح البحار، أبو ظبي.